المشاتل تبيع الزهور والأشجار بأنواعها، إضافة إلى تصميم وتنفيذ الحدائق والمرافق العامة وحتى المشاريع، مما جعلها تأخذ دور مهندسي العمارة والبيئة. التقينا بالمهندس عماد ليوضح لنا أبرز الفوارق بين عمل المشاتل والمهندسين. معمار البيئة هو يقدر يحل لك المشاكل الموجودة في الموقع، يدرس لك ويحلل لك الحركة بين الفراغات في الموقع، وهذا الشيء ما المشتل ما يقدر يسوي لك دراسة وتحليل قبل بداية التصميم. والمعمار البيئي راح يوفر لك مبالغ مستقبلية، ممكن كبداية بعضهم يشوف ان سعر المعمار البيئي شوي فيه تكلفة او اغلى من المشتل، بس هو راح يدرس لك كل شيء. قلة مهندس العمارة والبيئة في السوق أدى إلى لجوء المشاتل لأخذ دورهم، هذا ما قاله خليل خبير الزراعة وصاحب مشتل. في ناس تختلف عن ناس، زي أنا مثلا، أنا ما أقدر أجيب لي مهندس اللي هو حق هندسة ولا شيء. الحمد لله أنا اللي أشتغل في الهندسة، في الري، في الزراعة، في المسطحات الخضراء، ترتيب، تنسيق الأشجار، تنسيق الحدائق، أنا اللي أرتبها. خريجو العمارة والبيئة يبحثون عن الوظائف وهي أمامهم، ولكنها اكتظت للمشاتل لأنها الأرخص من اللجوء للمختصين. سماح الدرع، الإخبارية.